كيف تخلي الزبون يرتبط بعلاقة وثيقة مع المنتج اللي عم بتقدمه وتخليه بوضع يبطل يفكر بالمنتج المنافس أصلا. بهيدا الفيديو رح نعرف كيف بالتفصيل، لكن سريعا لايك وسبسكرايب وبعد لي عن أي شيء ممكن يشتت لك تفكيرك، لأن اليوم الموضوع كتير مهم. وإذا فعلا استفدت من هذا الفيديو ما تنسى تعمل شير بالأخير إذا تكرمت. فجاهزين نبلش؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد عيتاني. لما أقول لك كلمة مارلبورو أول شيء بيخطر على بالك هو صورة رجل المارلبورو أو المارلبورو مان. هيدا الرجل الكاوبوي يلي راكب على الحصان، واثق من نفسه، مدرك طريقه، رجل بكل معنى الكلمة، جذاب جدا للنساء. فعليا إذا أنت عم تشتري مارلبورو مش محبة بشكل السيجارة، لأنه فعليا كل أشكال السيجارة بتشبه بعضها، ولا محبة بطعم التبغ يلي موجود بقلب السيجارة تبعية المارلبورو، لأن هيدا الطعم فعليا تتعود عليه مع الزمن. والدليل أنه 93% من مستهلكين هالبراند قالوا أنه أول سيجارة مارلبورو جربوها ما حبوها اصلا. بس شو هو الشيء يلي خلى هيدا المستهلك يصر على متابعه شراء هيدا المنتج لدرجه انه تعودوا على الطعمه وصاروا مستحيل يغيروا نوع الدخان؟ الحقيقه السبب هو رجل المارلبورو او المارلبورو مان، يلي بس يشوف المستهلك دغري لا شعوريا بيربط شخصيته بشخصيه هيدا الرجل. هو كمان بده يكون واثق من نفسه، مدرك طريقه، حر التفكير، جذاب للنساء. منشان هيك من المعروف انه معظم مستخدمي هذا البراند اللي هو المارلبورو هني من الرجال. هون شركة مارلبورو استخدمت التكنيك اللي حنحكي عنه بهذا الفيديو، هو الإيجو مورفينج او ما يعرف بتحويل الشخصية، وهي ببساطة انك تصور منتجك عم بيستخدم شخصية مشهورة أو جذابة جدا، بيطمح المشاهد أو الزبون المحتمل إنه يصير مثلها. وهيدي استراتيجية طبعا تطبق على الرجال وعلى النساء سوية، تخلي الزبون مرتبط على المستوى الشخصي بالمنتج تبعك، يعني إنك تخليه يحس إنه هيدا المنتج بيشبه شخصيته وبيكملها إلى حد إنه ببطل يقدر يعيش بلي، بصير بحس انه بحاجة لهالمنتج وهو صار جزء لا يتجزأ من روتين حياته. الحقيقة سبب شراءاتنا الغالية والغير مبررة في معظم الأحيان هي استراتيجية الإيجو مورفينج. إذا كنت عم تشتري ماي إيفيان، هل سألت حالك شي مرة شو السبب؟ منها مي، شو بتفرق عن مياه النبع المجانية يلي رب العالمين وهبنا إياها ببلاش ومن آلاف السنين وجاي؟ حتى هلأ فيك تبرر لنفسك أنه أنظف، مكررة، معبأة بأفضل المكانات الحديثة المعقمة، لكن بالحقيقة هيدا عقلك عم ببرر لك سبب شرائك لمي أغلى 10,000 ضعف من المي العادية أو الطبيعية. فإذن بالعودة لهيدي استراتيجية هدفها أنك تخلق ايدنتيتي أو إيمج للمنتج تبعك، وبهيدي الايدنتيتي والإيمج بتستهدف شريحة معينة من العالم يلي بيعتقدوا انه هيدي الايدنتيتي تشبههم او بتكملهم شخصيتهم. فانت هون صرت عم تربط المنتج تبعك بالزبون لدرجة انه صعب يفكر حتى بالمنتج المنافس. طيب كيف بنعمل اعلان عبر هيدي الاستراتيجية؟ بالحقيقة الامر بسيط جدا ومنه معقد. هون بهيدي الاستراتيجية باعلانك اهم من انك تبين منتجك لازم تبين شخصية أو مود بتشبه مثل ما قلنا الشريحة المستهدفة. وقد ما ممكن تشوف هالطريقة سخيفة وبيخة، لكن مثل ما قلنا طريقة فعالة جدا، لأنه الإقناع بهيدي الطريقة منه صعب. أنت بهيدي الطريقة عم تستهدف غريزة جوات كل حدا فينا. أنت مش بحاجة تقنع المرأة أنه لازم تكون جذابة أكتر، أو للرجل أنه يكون ذو قوة أكتر، واثق من نفسه وجذاب للنساء. هيدي غريزة مثل ما حكينا موجودة داخلنا، وهي غريزة التزاوج مثل ما حكينا عنها بالحلقة الأولى من هيدي السلسلة. فكل يلي عليك تعمله أنك تربط الغريزة الموجودة بداخل
الزبون المحتمل بالمنتج تبعك عبر سلسلة من الصور والشخصيات، فهيدا الزبون بيتطلع فيها بيقول واو هيدا أنا يلي بالإعلان. خذ مثلا إعلانات العطور العالمية، بهيدي الإعلانات ما بتلاقي حكي كتير أساسا، بس بيتم التركيز على البصريات، كل منتج بيتم التركيز فيه على مود معين، وبتحس الدعاية فعلا غريبة، أمرار بيدخلوا فيها بومي، أمرار بيدخلوا فيها غابة أو أي مود معين، هن بيكونوا عارفين إنه هيدي الشريحة يلي عم بيستهدفوها بحبوا هيدا المود. حتى المنتج أو العطر ما بيبين أصلا إلا بآخر الإعلان، حتى المودلز يلي بيكونوا عم بيمثلوا هيدا الإعلان أكيد ما بيكونوا حاطين العطر. لكن بالرغم من هيدا الشيء كله، هول الشركات مستعدين يدفعوا مليارات الدولارات على هيك نوع من الإعلان. ليش؟ لأنه هيدا استراتيجية فعالة طبعا، وبتخلي المستهلك اللي اختار هيدا العطر ما يستعمل غيره لسنين طويلة، لأن ببساطة ربط شخصيته بهيدا العطر عبر سلسلة من الصور يلي حس إنه فعلا بتشبهه. فهو هدف هيدا استراتيجية انك تخليك تحس بشعور جميل تطمح انك تعيشه بأرض الواقع، بعكس استراتيجية الخوف يلي حكينا عنها بالحلقة السابقة. مثلا ليك كل هالبنات الحلوة يلي مع هيدا الشاب يلي لابس هيدا الجينز، بدي هيدا الجينز. ما تضحك، هيدا كل شيء بدك تعمله. والحلو بهيدي استراتيجية انه لما زبون يرتبط بالمنتج تبعك على المستوى الشخصي بيكون السعر فعليا اخر همه. وعلى فكرة هيدي استراتيجية فيك تستعملها على المنتج الحسي مثل السيجارة، العطور، الملابس الى اخره، وعلى المنتجات الخدماتية طبعا، وحتى طبعا فيك تستخدمها لما تكون عم تسوق لنفسك كونك انت حلاق المشاهير او اي مهنة تاني. فهلأ فكر بالمنتج تبعك، هل تقدر تعمل بوزيشنينج لمنتجك بوضع معين يصير عامل السعر غير مهم؟ هل تقدر تخلق شخصية لهيدا المنتج لحد ما يصير بناسب الشريحة المستهدفة؟ يمكن مش كل المنتجات بتقدر تستخدم هيدا التكنيك، لكن ما تعطى الهم، في كتير تكنيكات غيرها رح نحكي عنها بهيدي السلسلة بالحلقات القادمة ان شاء الله. هيدي فعليا الحلقة الثالثة من سلسلة فن التسويق والإعلان. فإذا بعد ما حضرت أول حلقة الرابط لازم يكون عندك هون، ومن هلأ للفيديو القادم أنا بشوفكن وبقلكن سلام.